مرحبا، أنا الدكتورة عضوة هيئة التدريس آينور مودرولو كرمز بكمز، رئيسة قسم العلاج الطبيعي والتأهيل. يهدف القسم إلى تدريب الأشخاص الأكفاء المسؤولين عن تحديد وتنظيم برامج إعادة التأهيل الشخصية لجميع مشاكل الجهاز العضلي والهيكل العظمي. لهذا الغرض، المختبرات المتطورة في جامعتنا متاحة لطلابنا خلال الدروس. يمكننا القول بأن هذا القسم هو فرع مهني مناسب جدا لطلابنا الحذرين والصبورين والذين يتمتعون باللياقة بدنية جيدة، حيث يمكن لطلابنا المتخرجين من القسم العثور على وظائف في العديد من المجالات في القطاعين العام والخاص، مثل النوادي الرياضية والصالات الرياضية والمرافق الحرارية ومراكز الرعاية المنزلية. كما تتيح لهم جامعتنا أيضاً فرص تدريب لزيادة خبراتهم. توجد في حرمنا الجامعي الذي يمتد على مساحة مغلقة بطول 106,000 متر مربع مختبرات للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل و124 مختبر تطبيق. لن يتمتع الطلاب الذين سيدرسون في حرم نيوتيك الجامعي بالحصول على دروس فقط، بل سيتجهزون أيضا للحياة الاجتماعية من خلال الفرص الاجتماعية الغنية من خلال نهج التعليم 5.0. فإن الهدف لا يقتصر فقط على منح الشهادات، ولكن أيضا إكساب الكفاءة المهنية والقدرة على التفكير المهني وإنتاج الأفكار. هناك أيضا مكتب نيشنوفا لريادة الأعمال لتطوير أفكار طلابنا التي يمكن أن تتحول إلى أعمال. مدة برنامج العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل تمتد ل4 سنوات، ولا يتم قطع المنح الدراسية على طلاب المنحة إلى حين تخرجهم. تقدم جامعتنا العديد من المزايا لطلاب مرحلة البكالوريوس، يمكن أن نعد منها حقهم في الاستفادة من الحصول على تعليم مجاني من خلال التقدم إلى برامج التخصص المزدوج أو الثانوي إذا استوفوا الشروط اللازمة لذلك. وفي حال دراستهم لسنة تحضيرية اختيارية يمكنهم إكمال درجة الماجستير في إدارة الأعمال لمدة عام واحد دون رسوم إضافية. كما ويوجد مكتب لمؤسسة العمل التركية داخل الحرم الجامعي يخص طلابنا فقط بتقديم الخدمات لهم. بالإضافة إلى ذلك، يمنح طلابنا شهادتي دعم كل عام من أجل زيادة خبراتهم، وبدعم من مكتبنا الدولي يمكن لطلابنا الحصول على فرص للدراسة والتدريب في الخارج. كما ويمكن للطلاب بهدف تحسين لغاتهم الأجنبية إكمال تعليمهم التحضيري للغة الإنجليزية في معاهد جامعة نيشانتاشو في لندن ودبلن. ننتظر جميع الطلاب المرشحين الذين يرغبون في الدراسة في قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في جامعة نيشانتاشو، وأتمنى لجميع طلابنا النجاح في الامتحان الجامعي.